مهندس سامح علي كامل وكل التفاصيل. نطلع نشوف هذا التقرير وكل التفاصيل نعرفها من خلال شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي، ونطلع نشوف تقرير مع المهندس سامح، مستشار الإدارة الهندسية، سامح علي كامل مستشار المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. أولا برحب بيكم في أهلي مدينة نصر. هي مش موضوع دين ولاية، ده هو حق النادي علينا كده، لازم احنا ادام في ايدينا حاجه نقدمها للنادي ولاعضاء النادي ومجلس اداره، فلازم نكون كلنا ملتزمين على قد المسؤولين اللي الكابتن محمود والمجلس اداها لنا. المكان ده مكان لو كنا صورنا من 6 شهور فاتوا كنت هتلاقي المكان ده مكان مهجور تماما. بدانا ده كان اخر جزء في اهل مدينه نصر فاضل على التطوير، خلصنا الجراج وجينا على المكان دوت. الملاعب البادل دي ملاعب جديده في مصر، بس هي ليها شعبيه اصبحت جامده جدا، هي سهله الكبير والصغير بيلعبها. النادي كان حريص ان هو يوفر الخدمه دي للاعضاء كل الافرع، مش مدينه نصر بس، احنا فتحنا في مدينه نصر لكن الملاعب اتوردت في اهل الشيخ زايد واتوردت في اهل الجزيره، فالنادي الاهلي حريص ان يوفر كل الملاعب في كل الافرع بتاعته. الاهلي برده كان حريص ومجلس الاداره كان حريص على ان الملاعب تكون على اعلى مستوى. الملاعب ديت ملاعب مستورده بالكامل من اسبانيا، مفيش حاجه فيها محلي نهائي، حتى الحاجات ادق التفاصيل جايه في كرتونات صغيره بيركبوها تحت اشراف، بتاخد ضمان لان الموضوع فيه ازاز، فانت الاهلي خايف على ناحيه الامان شويه. ففعلا ده النادي الاهلي، هو معودنا كده على طول دايما، احنا كل حاجتنا كابتن محمود ومجلس اداره مش بيبخلوا، لا نجيب احسن حاجه وتقعد سنين زي اكاديميه الكوره ما عملنا. احنا اكاديميه الكوره قعدنا اكتر من 15 سنه لحد ما غيرنا نجيل للمره الثانيه وركبنا اعلى مستوى في النجيل. فهو ده النادي الاهلي. المكان ده ليه ميزه بصراحه يعني هايله، ان هو منطقه مقفوله بذات محدوده بذاتها، فيها منافس خدميه للاعضاء، فيها تويلتس للاعضاء مش محتاج تطلع بره تروح اي مكان تاني، فيها مكان حجز التذاكر، فيها جلوس اعضاء، يعني العضو جاي هيلعب وهيقضي يومه وممكن يطلع على الجراج يروح ماشي، وده انا متوقع ده اللي هيحصل بنسبه كبيره. ومكان واسع كان يعني عندنا امكانيات حلوه، المكان متسع قدرنا نقسمه كويس يطلع بالمنظر الجميل. هو النهارده كان يوم جميل قوي جدا، والمجلس اداره شرفونا طبعا النهارده، وده افتتاح يعني مهم في الفتره لاهل مدينه نصر واعضاء مدينه نصر، ان هم كانوا مستنيين اللعبه دي اللي هم فعلا محتاجينها، الانديه كلها محتاجاها بصراحه. باشمهندس يعني حضرتك قريب جدا من ملف الانشاءات طبعا بحكم وجود حضرتك كمستشار هندسي مجلس اداره النادي الاهلي، لكن انا عايز اقرب الجمهور من الصوره. كتير جدا من الملفات الانشائيه اللي بنشوفها ما كانتش موجوده في البرنامج الانتخابي، سواء كان البرنامج الانتخابي لبرنامج عائله الاهلي او البرنامج الانتخابي المؤخر للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بنشوفها، وايضا يعني في اماكن كانت مهجوره بيتم الاستفاده منها وباحياء بعض الاماكن خاصه هنا في فرع مدينه نصر. بص انا عايز اطلع لك حاجه بالنسبه للبرنامج الانتخابي بالتحديد، كابتن محمود بيحط برنامج ل4 سنين. واحنا شغالين بتظهر مستجدات، ما بيبخلش بصراحه، مش دي بص ده اللي حصل يعني، دي ما كانتش، دي كانت في الدوره اللي فاتت، بدايتها في الدوره اللي فاتت ما كانتش موجوده في خطه اساسا، بس ظهرت لا نعمل. فهو المجلس مش مجرد ان في خطه انشائيه محطوطه هنمشي عليها ونخلصها ونضيف ليها حاجات تانية بره الخطه الانشائيه. لو رجعت ال4 سنين اللي فاتوا هتلاقي ما تم انجازه وما تم خارج البرنامج الانتخابي اكتر من البرنامج الانتخابي. ده مجلس اداره النادي الاهلي، النادي عايز ايه؟ عايز كذا، يلا. ده اللي بيحصل بمنتهى الامانه، مفيش تفكير لا انا ما قلتش مش هعمل دي، لا العضو محتاج الحاجه دي نعملها. انت قلت برضه حاجه ثانيه، اماكن مهجوره، لا لازم خلاص اطورها، ما عادش حاجه مكان مهجور. احنا لو تفتكر سور النادي زمان كان سور سلك ودبش وكده، النهارده الاسوار كلها حاجه جميله جدا، اي حد يفتخر ان بقى عندك شكل للسور في انديدك كلها، اسوارك كلها، الجزيره، مدينه نصر، والتجمع الخامس وشيخ زايد ليهم شكل واحد، ده احنا وصلناه النهارده. فالنادي مش عايز اقول لك ان كل الناس اللي ما كانوش بيجوا من فتره حاسين النادي الاهلي اتنقل في مكان تاني. فعلا مجهود مجلس اداره بجد مجهود عظيم جدا، ما دخلوش باي حاجه وكل الدعم متوفر سواء مالي معنوي، بصراحه يعني الواحد يعني سعيد انه قدر يلحق ويحضر الفتره دي وعشان يدي الانجاز ويساعد فيه. زي ما بتقولي دينامو، هي مش موضوع دينامو، هي موضوع انت بتحب المكان وناس بتساعدك وفرحان انك بتطلع انجاز. دي كانت تراب وحوض زرع مكسره، النهارده المنظر اختلف تماما، فانت بتبقى سعيد انك بتحقق المنظر ده لذاتك ولاعضاء النادي وتحقق ان ثقه مجلس اداره اللي حطوها فيك انت اهل الثقه معاهم، فدي بالنسبه لهم حاجه كويسه قوي. وكل مره ان شاء الله، وانت حضرت معانا كتير الحمد لله، ويعني اللي يفت الشرف مش عايزين نقول عدد كام، الحمد لله ربنا يبارك الحمد لله. ده
باشمهندس يعني انا هاخدها برضو، هتبقى من خلال حضرتك مفاجاه بقى لاعضاء النادي الاهلي. هل هيتم كده نقول تم اسدال الستار عن المشاريع الانشائيه في فرع مدينه نصر، انا ام ما زال الحديث بقيه؟ ما بص، لا زال الحديث بقيه، لا زال طول ما في مكان لم يجدد او لم يطور ففي لسه بقيه. عندنا في مكانين، مكان جنب المسجد كويس، ومكان خلف حمام السباحه، دول اخر منطقتين لم يتم تطويرهم. هيتم فيهم ايه؟ ده مجلس اداره، خلينا برضو ايه، بس فيه طبعا مش هيتسابوا، مش هينفع هيتسابوا. او الجمباز طبعا ما انت عارف يعني مطلب الاعضاء، وهو في تصور موجود ومدروس، احنا بس مستنيين يعني اشاره البيت مجلس اداره النادي الاهلي، وهو متاكد ده من ضمن البرنامج الانتخابي على فكره. فمش لا هيتم طبعا اكيد 100%، وكده هيبقى ميت نص خلاص بقى يعني، كده كده خلاص بقى يعني كفايه بقى كده. باشمهندس انا المكان ده بالتحديد، يعني انا عايز اقف عند المكان ده بالتحديد، لان المكان ده يعتبر من المشاريع اللي تم انجازها في وقت قصير جدا، يعني احنا عدينا من خلال 5 شهور او 6 شهور، وحضرتك صرحت لي ان هو كان المفترض يخلص كمان من 3 شهور، فواحد من المشاريع اللي شفنا فيها انجاز، وانت بتعمل حاجات في وقت قصير جدا وبتعملها بجوده ممتازه. بص، هو المشروع كانت مدته 3 شهور، لكن ظروف الاستيراد واللي حصل في العالم كله وصلنا لستة. فطبعا حتى الستة لو شفت الصور القديمة للمكان ده هتقول يعني ده ستة كويس جدا. هو كان 3، وكان في المخطط نفتح في نوفمبر اللي فات كمان وديسمبر، ده التخطيط بتاعنا، لكن هي ظروف العالم كله استيراد والشحن والكونتينرز وكلام من ده هي اللي أخرت لنا شوية. لكن 6 شهور تفتح بالمنظر ده، أنا شايف إنه إنجاز يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي بصراحة. من حضرتك كلمة أخيرة، وهي كلمة هامة جدا للأعضاء ولكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي. مهندس سامي علي كامل بحكم وجوده بقربه من الكابتن محمود الخطيب، أكثر ما يشغل بال الكابتن محمود الخطيب في المشاريع الإنشائية، دايما بيركز على أمرين، كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. بص كابتن محمود يعني هو مركز في كل حاجة، الله أكبر طبعا، ربنا يا حبيبي ربنا يكرمه، يعني معايا مركز في كل، في الكبيرة والصغيرة، في كل التفاصيل، كبار سن، صغار سن، جودة خامات، بتعمل ايه، مين الشركة، استوردت تجيب منين، هو داخل متداخل معايا في كل كبير وصغير بصراحة، يعني مش سايب الامور تمشي كده، لا يقعد كل فترة ايه الاخبار عندك ايه، طب قول لي كذا، ونبدأ واحدة واحدة يبدأ يعرف التفاصيل ماشية ازاي. هو ده كابتن محمود، عشان بس يبقى انت مراسل لك، مش هي بندين تلات، لا لا خالص، ده ممكن في حاجات تانية بعيدة عن خيالك خالص جاي بيكلمك انت عملت ايه في الموضوع الفلاني في الحتة، يعني هو ملم بس. وبعدين باستمرار مش سايب الامور، يعني مثلا هو جاي يفتح النهارده، لا هو عارف قبل كده الدنيا ماشيه ازاي بكل التفاصيل من الاول خالص، وعملت ايه، طب ايه المشكله في الشحن، طب نساعد في ايه، يعني بص يعني هو ما بيسيبش الامور للاخر زي الناس فاكره بيجي بنيجي نقص الشريط، لا 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 خالص، ده مش موجود في مجلس، ده مش موجود في مجلس النادي الاهلي، ومش موجود في كابتن محمود الخطيب، مش حاجه، هو فعلا هو متابع جدا، وفي نوتة كده صغيره على طول اول ما تتفتح اعرف احنا هنبدا ايه نتسائل. لا الموضوع مش يعني الناس فاكره الظاهر ان الدنيا كده، لا الموضوع مش سهل، متابعته كمان مش سهله وتركيزه. وبعدين انت بتتكلم في كام فرع، انت بتتكلم جزيره ومدينه نصر الشيخ زايد تجمع 5 مرسى مطروح فرع المرسى، انت بتتكلم في موضوع كبير شويه، فهو مش سايب حاجه بصراحه، كل الامور هو مداخل فيها وعايز يعرف عملت ايه عشان نوصل للنتيجه دي. ما هو اوعى تفتكر ان النتيجه دي لا، دي منظومه كامله، هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، عشان بس نجيب خلاص، هو ده النادي الاهلي، هي منظومه متكامله، كله بيكمل بعض معاك من اصغر واحد لاكبر واحد، وفي الاخر ننجح كلنا ونشوف مشروع تاني.